اي حل غادي يكون في صالح الوداد هو اللي غادي نتخذه، لان الوداد كتلعب على عده واجهات. ما يمكنش ليا انا نسمح في لا شامبيونز ليغ باش ندير الخاطر للفريق الليبي، لاننا حنا كتعرف حنا متبوعين نهار 17 بواحد المباراه. ما يمكنش ليا انا غادي يبداو يحولوا فيا. انا استجبت لان القانون، لان حتى يكون القانون التزام عندهم واحد المهله ديال 24 ساعه سوفوا ملي يطلبوا عندي 24 ساعه. يمكنش ليا لان القانون ما تيحتماش عليا. كان ممكن انني نتراضى معهم، كان ممكن، ولكن انا كنشوف انني متبوع بواحد المقابله، هذه المقابله، لاننا هنا عندنا نيه اننا نشوف لا شامبيونز ليغ الى الابعد، وما يمكنش نبدا ندير عراقيل على حساب الفريق لانني انا رشقت ليا ولانني انا مزاجي. حنا راه تنسير واحد الفريق اللي سميتو نادي الوداد، ومفتوحين امامه هذه الواجهات. اذا الامر جد سهل انني ناخذ ما اراه مناسب اننا ما نلعبوش نهار الاحد، لاننا مقبلين على مباراة اللي غادي تحدد المصير ديالنا في المسابقة المقبلة. دي هو اننا احنا لابد من ثلاثة نقاط، وهاد ثلاثة نقاط كتعرف خصك تضرب فيها وخصك تهيئ كل شيء، حتى ذاك اللاعب راه بشر. ما يمكنش تقول ليه انت غتلعب نهار الجمعة وتمشي تدخلوا التربوس من نهار الاربع، شويه تقول ليه نهار خرج نهار الخميس راه نهار الجمعة ما كاينش المباراة، او نهار الجمعة في الصباح تقول ما كاينش مباراة، عاود دخل اسيدي نهار الجمعة لا ما كاينش المباراة نهار السبت، كي غادي يكون هذا اللاعب؟ اذا غادي نكرفص الفريق لا على اللاعب يوم الاحد ولا على، وغادي يكون عنده واحد الاثار سلبي حتى في المباراه المقبله ديال الجمعه. اذا احنا هذا هو اللي راعينا ليه، وتشبتنا بالقانون والامور التنظيميه اللي كيحددها الاتحاد العربي. اذا احنا ما هربنا من حتى شي حاجه، احنا موجودين نتحاكموا للقانون. انا دائما لكي يطمئن الجميع، وانا ما كنبغيش نفند الاشاعه، ولكن نزولا عند رغبه بعض الجماهير الوفيه للنادي، ماشي بعض الجماهير التي تحاول وحاولت ولا زالت تحاول منذ 14 سنوات، بعض الناس ماشي الجماهير، حاشا ولله ان تكون هذه جماهير ولاديه، الا انهم بعد المحسوبين اللي تيقولوا لهم ديك العباره ديال الدارجه كارحنكم، باش يخلق الفتنه ويخلق البلبله، تيخلق فتنه وعايش في واحد العالم، عالم ظلامي، وكيبغي ياكد للناس على انه على حق وهو على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ما كاين حتى مشكل. ويليام جبور لاعب ودادي لمده 3 مواسم مكاليفي في البطوله الوطنيه وفي البطوله العربيه وفي لا شامبيونز ليغ، وراه يحضر باش يبدا يشارك رفقه اللاعبين والزملاء ديالو في المباريات المقبله ان شاء الله. ما مشى للنادي التونسي، غادي مشى للكلباء، مشى لفريق اخر سعودي، هادشي ما تيرجعش ليا انا. اولا اللي تنكد الجميع هو هذا ويليام جبور لاعب ودادي، ولكن كل واحد كيلغي بالغا، واش كي غايدير هذا ويليام جبور؟ غادي تعاود تنطبق عليه نفس المعلومات الغالطه اللي تيقولوا انني انا راه مشيت بعتو. واش انا غادي نمشي نبيع لاعب ديال الوداد؟ زعما الا كان فيه شي عرض لمغري وغادي يكون غادي يرجع في مصلحه الفريق الوداد ممكن، ولكن انا جبتو باقي ملعب حتى بمقابله واحده وتيقولوا لا راه مشى راه جا لا راه تلاقيت معاه، حنا غادي نرجعوا لدوك الاقاويل ديال واحد اللاعب بان في التلفازه سميتو شي كطاره، لا راه الناصري باعو، راه عندنا معطيات حقيقيه، واحد قال لك الا جا شي كطاره هو مستعد يتحكم، وكل واحد اش كي في الاخير جا شي كطاره وبداو كي لا راه ماشي هكذاك لا. وقلت لك بدينا المفاوضات فيه ب 100,000 دولار وساليناها ب 470,000 اورو. زيدوا. كيوهموا الناس ان هناك سماسره، انا لا اتعامل، انا ما عندي حتى شي سمسار اللي كنتعامل معه، وقليل جدا انني اتعامل مع المناجر، وهذا الشيء تعرفوه المناجر كاملين بدون استثناء.
قليل جدا غير اللي في بعض الملفات المعقدة، لدرجة أنا تنقول للاعبين اللي جددت معهم العقود كان أفضل إلا بغيتي تجي عندي جيبرك معايا أنت، لأن أنت كتقلب على المستقبل ديالك، حنا ما غنضيعوكش في المستحقات ديالك، وداك الشيء اللي بغيتي نبرموه في عقد وسير جيب لي غير يقراه لك محامي، شي واحد اللي عنده دراية بالشؤون القانونية. أما غادي تجيب واحد غادي يبدي يقول لك أنت أعطيني 10% ويجي عندنا يقول لي أعطيني 10%، أنا غير أنا من طبيعي ما تنقبلهاش، فقط نقدر نقبلها في بعض الحالات اللي مستعصية اللي ما غيمكنش هذاك كيحاول يربط بيناتنا ويجيبنا لذاك الخيار اللي غنختاروه جوج، وهو أن نوقعوا لهذا اللعب. إلا أنني كان عاود نأكد راه 4 سنوات ونحن نعاني من الإشاعات. صافي الناس راه فهموا بأن هذوك الناس اللي تيديروا الإشاعات لغاية في نفس يعقوب، هاد الناس يديروا الإشاعات من أجل ضرب الاستقرار الوداد، من أجل الإطاحة بشي حاجة كيبان لهم، واش بالناصيري ولا بالوداد، ما فهمش. واحد تيدير كيخلق حدث ويبغي يعيش الناس فيه. انا ما تنشوفش هادشي وما باغيش نشوفه وما باغيش نعرف دوك الناس، وانا تنعاود ناكد لهم ما عمرني غادي نطيح لهم في هاد المستويات اللي بهم، غيبقى يهلل كيف ما كان. حنا تنعرفوا صحاب الحلقه راه كانوا في شطيبه، كاينين في في جامع الفناء، كاينين في الحبول، في مكناس، هذا كيدير حلقه حيت كيسالي كيهز كرسي يمشي في حاله، ما كيعاود الحلقه الا عاود جابته الوقت، جابته راه كيجي عاود الغد، ليه الا ما جابتوش الوقت ما كيعاودش يجي. اما الناس بغاو يديروا حلقه وبغاو يدوروا حداهم الناس وبغاو يبقاو تابعينهم دائما، راه مستبعد. جيبور كان في الوداد وجيبور تتعرفوه هو العميد ديال الفريق الوطني ديالهم، اذا الامور كلها زائد هذا الشيء جيبور راه مكلفي، ممكنش راه هادشي الا كان يوقع غادي يوقع قبل ما يتكلف. اما حيتي واللي راه عنده شرعيه جيبور لاعب ديال الوداد لمده 3 سنوات سالات الهضره، عنده شرط جزائي اللي بغى جيبور في العالم يجي يدي، ولكن حط لينا فلوس ديال الشرط الجزائي اللي حاطين حنا فرضناه عليه، رغم ان فرضناه عليه انه يكون شرط جزائي. اللي بغاه مرحبا، الا بغاه النادي الافريقي يجي مرحبا، يمشي راه الصندوق ديال البنكة ديال الوداد ولا عن طريق الجامعه ولا عن طريق الفيفا يحط المبلغ ويمشي ياخذ جيبور الا بغى الخدمات ديال جيبور. اما جيبور راه لاعب ديال الوداد، هذا هو اللي ما غنبقاش نتصنت شي هضره اخرى. وجيبور واش واحد يقول لك في تونس واش جيبور في اسبانيا مشى من اجل جا طلب منا واحد الرخصه؟ لا، جا طلب منا رخصه باش يمشي لاسبانيا لانه جا من الامريكان كان كيمشي لانه تيعيش ولادو في الامريكان، جا من الامريكا لهنا وقع الكونترا ديالو وطلب منا 4 ايام باش يمشي يسوي الامور ديالو القانونيه لشهاده الاقامه اللي عنده في اسبانيا. قلنا لي حنا ما كاين حتى اشكال، مع ذلك يتلقى التدريب ديالو وخدا من عند المعيد البدني البرنامج باش يمشي. اذا الامور جد واضحه، جيبور في اسبانيا حنا اللي خدينا ليه التاشيره ديال ورقة الذهاب والرجوع من اسبانيا للمغرب. واحد تيقول لي في اسبانيا راه في تونس وتكتبها بلا حشمه بلا حياه وتيقول لك الان باش غنجاوبو انا، هذا كيخرج اشاعه نخنوض انا نولي قد هذيك الاشاعه نصغر راسي باش نجاوب واحد حلايقي.